هلا اميغوس، واهلا فيكم كلياتكم بقناة ميرا. اذا انت اول مرة بتشوفني بليز لا تنسى انك تضغط على زر السبسكرايب الاحمر وترفع هون الجرس عشان دايما يوصلك نوتيفيكيشن كل ما بنزل فيديو جديد. خلونا نوصل هذا الفيديو ل 1500 لايكس بسرعة. وقفوا هذا الفيديو، تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي تبعي، رح خليكم اللينكس تحت، كمان اسماء تطلع لكم هون. هذا الفيديو من فيديوهات سلسلة العودة للمدارس. إذا أنت أول مرة بتتابعني فأنا بلشت من شهر أغسطس سلسلة خاصة بالعودة للمدارس. إذا رحت عليك هاي الفيديوهات لازم تحضرها، رح تفيدك كتير. رح خليلك هون إشعار يظهر هون أو هون. فيديو اليوم رح أحكي لكم فيه كيف تقدروا تتعاملوا مع الأساتذة أنتم ما بتحبوهم أو أساتذة ما بتقدروا تفهموا عليهم، ورح أعطيكم أنا السر أو الطرق اللي كتير نجحت معي خاصة بالجامعة، لأنه هدول النوعية من الأساتذة يتكاثروا أكثر وأكثر بالجامعة. It's her life. It's her life. الأساتذة أنواع، في النوع اللي يحاول عم يفهمك بس الطريقة تبعه غلط أو ما عم توصل للطالب، وفي الأستاذ اللي كل الناس بتحبه كل الناس بتفهم عليه. عن جد هدول الأساتذة عشق. وفي النوعية الثانية النقيض اللي ما في حدا يحبه ولا اصلا في حدا عم يفهم عليه، وكمان بيكرهك في ام 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 المادة حتى لو كنت هاي المادة بتعشقها. طيب في هاي الحالة شو بنسوي يا بيبي؟ اليكم الحل يا جماعة. يجب ان اعيش الدور اولا الاستاذة فهيمة. اول شيء واهم نقطة لازمك تصارع وتحارب وتكافح عشان تقعد في الصف الاول، خاصة اذا كنت انت من جماعة المتفوقون او تدرس تخصص علمي. لايك كل الناس بتتصارع على الصف الاول، احنا خاصة في تخصصات الطبية والهندسة. لك بعرفهم انا منهم ورفقاتي كمان، ولا تاخذ المقعد حسب تجربتي وخبرتي انا في هذا الشيء. لازم تكون في قاعة المحاضرة قبل 40 دقيقة قبل ما يبلش الدرس. واي واي واي. اولا الاستاذ رح ياخذ عليك فكره منيحه، لانه احنا في الدول العربيه عنا دائما اللي بيجلس في الصف الاول. تمام، استغلوا هذا الشيء او تظاهروا به بس عشان تتقربوا شوي من الاستاذ او يعرف على الاقل شكلكم. هلا في الثانوي والاعدادي الاستاذ مهتم انه يعرف اسمكم ويكون بيعرف اغلب الاسماء الكلاس تبعه، بس في الجامعة ابدا منه مهتم. غير هيك الاساتذة يختلفوا، في اساتذة اصواتهم خافتة يعني كأنه بتحسوا عم يحكي مع تيابه ما عم يتواصل معك. ثاني شيء لما يكون استاذ ما بنفهم عليه ابدا، اهم شيء بالنسبة لي وانا مريت بهي المرحلة او الفترة، كان في عندي استاذ الاناتومي ما بنفهم عليه ولا شيء، لايك بحسه بحكي مع حاله صوته خافت، خطه كتير رديء، كتير بيسرع في الكلام، لا علينا في الموضوع. المهم فالخطوات اللي انا كنت مسويها، اولا بركز على البادي لانجوج، ركزوا كتير مع البادي لانجوج تبع الاستاذ، لانه احيانا بنعرف المعلومات المهمه من الاستاذ عن طريق البادي لانجوج تبعه، كيف يتواصل، كيف يحرك ايديه، ليز اكسبريسيون، اي العلامات اللي تكون على وشه او على ملامحه، هاي كتير مهمه. فركزوا كتير مع تحركات الاستاذ، هذا الشيء اصلا بيساعدكم بدون انتم ما بتحسوا انكم تفهموا الدرس. هلا بنيجي للنقطة اللي بعد، الأساتذة دائما بيسرعوا في الحكي. لوك 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 ما بعرف ليش. I'm so sorry بيبي انفعلت شوي. في الحالة أي طالب بيكون يا إما محتار يسمعه يكتب أو يركز عشان يفهم الأستاذ شو عم بيقول، بس أنت لا تكتب أي شيء، فقط تركز هو شو عم بيقول ودون الملاحظات. مثلا لو قال معلومة مهمة أو نقطة مهمة على طول اكتبها. اكيد ومؤكد انه عندك على الاقل زميل واحد او صديق في الفصل معك بتحبه وتقدر تدلل عليه وتقوله بليز فيني اتبع الكورس فبيعطيك اياه. هذا بالنسبه للطلاب اللي لسه ما راحوا للجامعه، بس اللي راحوا للجامعه بيكونوا مطمنين لانه اصلا راح تكون عندكم بوليكوب، اي الاوراق الخاصه بالدروس. ركزوا كتير منيح في الفصل، صدقوني 70% من نجاحك معتمد على تركيزك انت في الفصل، و 30% هو مجهودك انت الخاص. So, مشان حوصل هاي النقطة، ركز على الأستاذ شو بيحكي، دون الملاحظات، أول ما بترجع البيت على طول روح ذاكر، يعني هاي المعلومات جديدة عليك ولازم تترسخ ببالك هون. ابحث في الجوجل عن معلومات إلها علاقة بالدرس أو سؤال إجا في بالك أو شيء أنت ما فهمته أو إذا أنت بدك تتعمق أكثر في هديك النقطة. بالأخير سوي الملخص اللي خاص فيك أنت. في نقطة كتير مهمة بدي نوه عليها، إذا أنت شاك في بعض الكلمات اللي بتخص تخصصك سواء ما بعرف في مجال الهندسة أو الطب أو أي مكان يعني مجالك، إذا أنت شاك إنك كتبت شي كلمة غلطة لأنه طبيعي وشي جديد عليك يعني ما بتعرف هاي الكلمة، فأرجع على طول على الجوجل، عمي الجوجل رح يصلحك ويلاقي لك الكلمة الصحيحة. وهلا بنجي لآخر نصيحة لليوم،
وبنودعكم. مهما كان الأستاذ تبعك أسوأ منه ما في، كل العالم بتكرهه، أنت بتكرهه، بتكره أصلا أم هاي المادة تبعه. لا تطلعوا أبدا من المحاضرة ولا تتغيبوا على المحاضرات تبعكم، تحملوا واصبروا للأخير وصدقوني أنتم قادرين. ما تقولوا آه والله ما بدي وما بقدر والأستاذ، لا 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 لا، هاي الأعذار أبدا لا تعطوها لحالكم. إذا بدكم أنتم تنجحوا، ما بدكم هاي قصة تانية ما رح نحكي فيها في هذا الفيديو، لأنه إحنا بدنا ننجح. عندكم الثقة فيها أو لا؟ تيم فروغز لا تخجلوني ياها في التعليقات. أكيد إحنا تيم فروغز وبنحب كلياتنا بعض، فلازم تثقوا فيها زي ما أنا بثق فيكم. مثلا بدي بيع كل هاي الخطوات رح توصلوا لانكم انتم قدها، ولانه ما في اقوى من العزيمه البشريه. غير هيك رح اعطيكم هيك حيله، نصيحه خايسه بالاخير لازم هيك نختمها بشي مسخره. رح نلعب انا وانتم هيك لعبه مع الاستاذ. كيف بالضبط؟ اول شيء بتخلوا الاستاذ يحفظ اسمكم او على الاقل وجهكم، مو لازم اصلا يحفظ اسمكم، ولو يعني احنا مهتمين انه يحفظ اسمنا. طيب شلون نخليه يحفظ اسمنا او وجهنا؟ انا هون. فعلوا في الكلاس قد ما بتقدروا وساعدوا في بناء الدرس. غير هيك اقعدوا في المقعد الاول وتظاهروا. طيب كيف نتظاهر؟ هاي النقطة كتير مهمة، هاي الشغلة انا كنت كتير بسويها في الثانوي. ظهر انك انت رح تسألوا في شي بخصوص الدرس تبعه، ها شو هو رح يكيف على الموضوع، مهتم بدرسي، هذا الطالب نجيب، متفاعل معي، بيحب مادتي. بس انت الوحيد اللي بتعرف الحقيقة في صمصوم صمصوم قلبك، انك بتعرف انه ما رح يفيدك في ولا شيء، وانه اصلا منك مهتم انه يجاوبك على هذاك السؤال، لانه على الاغلب انت بتعرف شو اجابة هذاك السؤال. شايفين كيف الشر؟ وصدقوني الاستاذ رح يفرح كتير، لانه رح يشوفك انك انت مهتم في مادته وعم تتفاعل معاه، وشوي شوي بيصير بيعرفك. فاحرصوا انكم تسووا هاي الخطوة ولو تظاهر منكم، عشان تصيروا معروفين عنده. لا قدر الله صار معكم اي ظرف او اي شيء، بيكون كثير متعاون معكم. وهيك جايز بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. هي تقريبا اهم الخطوات اللي انا كنت بستعملها وكثير نفعت معي، فبتمنى انها كمان تنفع معكم انتم كمان. ديروا بالكم على حالكم، احلامكم وقلوبكم. نلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم. ارمانيا بيبي، سلامات يا هواء، سلامة، باي.